شهية طيبة. Bon appétit. Bon appétit. هي شهية طيبة بالفرنسية. فانتبهوا هنا بالنسبة لبون أبيتي، فالعديد من الناس يخطئون ويقولون بون أبيتي على أساس نو فيمينين، يعني على أساس أنها مؤنث، ولكن الصحيح هو بون أبيتي. بون أبيتي لأنه أبيتي ماسكولين أو مذكر، فبون غنكتبها ماسكولين حتى هي، دونك بون أبيتي هو الصحيح. فكرة جيدة. دونك إذا أردت أن أقول لشخص أنه الفكرة نتاعو يعني فكرة جيدة بالفرنسية هي بون ايدي. بون ايدي دونك ليدي هي الفكره، واذا بنقول فكره حسنه او فكره جيده هي بون ايدي. بون ايدي. فاذا اردت ان اقول ساغادر او سوف اذهب او سارحل بالفرنسيه هي je vais partir. je vais partir. je vais partir. اتمنى. فاذا اردت ان اقول امل أو أتمنى أو أرجو بالفرنسية هي j'espère. j'espère. آمل أو أتمنى. فمثال: أتمنى أن يكون كل شيء بخير، أو آمل أن يكون كل شيء بخير بالفرنسية هي j'espère que tout va bien. j'espère. أتمنى que tout va bien، أن يكون كل شيء بخير. Donc j'espère que tout va bien. أنا غير متأكد. فإذا أردت أن أقول أنا غير متأكد أو لست واثق أو لست متأكد أو لست متأكدة بالفرنسية هي je ne suis pas sûr. je ne suis pas sûr. Donc متأكد هي je suis sûr، وغير متأكد je ne suis pas sûr. ف je ne suis pas sûr، فتقريبا كاع هاد العبارات اللي ذكرت فكنقولهم مع الماسكولين ومع الفيمينا، يعني مع المؤنث ومع المذكر، فبحال بحال ما كاينش فرق بين المؤنث وبالمذكر في جميع تقريبا هاد العبارات اللي سبق وذكرت. دونك je ne suis pas sûr هي اما انا غير متاكد او انا غير متاكده. كن حذر اثناء القياده. كن حذر او احترس اثناء القياده او انتبه وانت تقود بالفرنسيه هي في اتونسيون اون كوندويزون. في اتونسيون هي كن حذر او انتبه او احترس، هي في اتونسيون اون كوندويزون هي اثناء القياده. العباره الاخرى اخرج من العمل في الساعه السابعه بالفرنسيه هي je sors du travail à 7 heures. je sors le verbe sortir du travail. le travail هو العمل. à 7 heures donc 7 heures هي السابعة. الساعة السابعة. je sors du travail à 7 heures.